بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. مشاهدينا الاعزاء اسعد الله مساءكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما زلنا مواصلين في بوليتيك بوليتيك لقاء الاحزاب والتكتلات السياسيه واضفنا اليهم اليوم المنظمات والجمعيات المتعلقه بالمجتمع المدني لان الموضوع كبير موضوع الانتخابات موضوع مهم. موضوع يتعلق بمصير بلدنا الجزائر الشعب الجزائري لابد أن يكون رجلا واحدا في إنجاح هذه العملية حتى نمر إلى مرحلة أخرى من مراحل التغيير الحاصل على مستوى المؤسسات الديمقراطية للبلاد في كنف الاستقرار والمحبة والتنمية اليوم نستضيف التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني الممثل في رئيسها اي رئيس المكتب الولائي عبد الحكيم بكاكره اهلا وسهلا بك. اهلا بك وأهلاً بالمشاهدين الكرام. نعم ايضا ورئيسة منتدى المرأة بهذه الجمعية اي بالتنسيقية الوطنية للمجتمع المدني الاستاذة المعروفة سهام دريهم اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا مرحبا بكل الضيوف الاكارم ومشاهدي قناه التحرير ويب تي في لاحظنا اخيرا تنسقيتكم وبعض التنسيقيات الاخرى او الجمعيات الاخرى المدنيه بدات في حراك كبير له علاقه بالانتخابات وبتشكيل رئيس الجمهوريه وب كثير من اللقاءات مع الشباب ومع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسميه وربما مديريات وهيئات اخرى، لو تحدثوني عن هذه الحركيه بالدرجه الاولى انتم كتنسيقيه الوطنيه للمجتمع المدني اعطيني حصيله هذه النشاطات بالدرجه الاولى حتى نلجأ في الحديث عن هذه المرحله ما قبل الانتخابات. تفضل نعم، بالنسبه للتنسيقيه الوطنيه للمجتمع المدني نحن بدانا من منذ بدايه اعلان رئيس السيد رئيس الجمهوريه على الانتخابات المسبقه بعمليه التسجيل بالنسبه للشباب قمنا بعمليه تحسيس مع الشباب للتسجيل في القوائم الانتخابيه وكنا بالنسبه للتنسيقيه نحن درنا عده نشاطات يعني من بالوطنيه للمناسبات الوطنية دائما نقوم بها عدة أعمال خيرية وغيرها من النشاطات وإذا كان ندخل بالنسبة في الرئاسيات بالنسبة للرئاسيات منذ دعاء السيد رئيس الجمهورية للانتخابات كانت التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني صباغة درنا اجتماع على مستوى المكتب الوطني وكانت الاجتماع مع المكاتب الولائية عبر التراب الوطني ونحن اتفقنا على تزكية المرشح الحر عبد المجيد تبون وكانت بتاريخ 13 ماي المراسله رسالتي الى السيد رئيس الجمهوريه وكنا سباقين والان درنا لجنه وطنيه كذلك اجتمعنا يوم 13 جويليا وشكلنا لجنه وطنيه اللي يترأسها كمال عباس يعني دكتور ونحن ماشيين لتنصيب اللجان كذلك ولائية ولجان بلدية عبر التراب الوطني بالنسبة للتنسيقية نحن نرى في هذه الانتخابات هي مصيرية بالنسبة للجزائر. مه. أنتم تعرفوا بأن العالم كامل في حراك كبير وتغيرات كبيرة ونحن في حاجة للوحدة الوطنية وخاصة وخاصة خروج الناس للانتخابات. مه. يعني خروج الشباب وصغار وكبار للانتخابات حتى نعطي الشرعية أكثر لرئيسنا المنتخب القادم إن شاء الله آه نحن آه نقول للناس هذه الديمقراطية يخرج ينتخب من يحب الإنسان <applause> كل واحد يزكي اللي عجبه من خلال المترشحين هذم آه احنا عدنا مرشحنا على كل حال اخترناه لماذا؟ لان بالنسبه كمجتمع مدني، ما يخفى عنكم نحن لسنا مع احزاب محيدين عن الاحزاب، ولكن في القضايا الوطنيه لنا راي في الدستور كان لنا راي في بالنسبه للرئاسيات اخترنا بالنسبه للمرشح الحر عبد المجيد تبون لماذا؟ لأن المجتمع المدني دخل في الدستور وفي الديمقراطية التشاركية وهذا مصير البلاد لازم باش نكونوا مشاركين فيها يعني بـ أنا جميل أستاذة وأنت الوجه النشط على مستوى المرأة وعلى مستوى جمعية تنسيقية المجتمع المدني وحتى على المستوى السياسي بعض الأحزاب نعم <applause> <applause> الكثير الان يقول ما دخل المجتمع المدني في الامور السياسيه؟ هي مجتمع مدنيه واش دخلها؟ انها ترشح رئيس جمهوريه او تساند رئيس جمهوريه كيف تردين على هذا السؤال؟ طرحوه الكثير. نعم. آه بطبيعه الحال الان لو كان نشوف دول متقدمه يعني راح بكل شفافيه وبكل منطق يعني من م. الناحيه المنطقيه. اذا نشوف احنا آه في الدول المتقدمه الدول المتقدمة رم يعني مركز مرموق جدا للمجتمع المدني وبطبيعة الحال كان عندهم كلمة فاصلة في بعض الدول في انتخابات وفي اتخاذ قرارات سياسية مهمة في الدولة بالتالي الآن كي نقولوا احنا وش دخل السياسة في المجتمع المدني لازم يعرف المشاهدين الأكارم بأنه فواعل السياسة العامة نوعين هناك فواعل رسمية، فواعل غير رسمية مدنية دوص. نعم مدنية، مم. الفواعل الرسمية اللي هي بالضرورة السلطات الثلاثة للدولة، اللي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية نعم من الفواعل الرسمية اللي يسنوا وينفذوا ويديروا التشريعات والقوانين والنصوص والقرارات مم. أما الفواعل الغير رسمية اللي من بينها المجتمع المدني، الرأي العام، الأحزاب السياسية، جماعات الضغط والمصالح مم. هذه المجتمع المدني هو فاعل غير رسمي no. مش معنى مش معناتها فعل غير رسمي الان السيد رئيس الجمهوريه لما في دستور 2020 اقر هيئه استشاريه اسمها المرصد الوطني المجتمع المدني فهو هنا يجسد الديمقراطيه نعم. جسد الديمقراطيه عن طريق فواعل السياسه العامه باتم معنى الكلمه كلها. الكل. حتى, حتى المجتمع صرع. المدني اعطى نعم. حيز من حيز العمل كبير. داخل الدوله نعم حيز في كبير في مقترحات في في التشاركية السياسيه والتنمويه هذا تريدين قوله نعم في في كل المسارات لانه مم. لو نجي خصائص المجتمع المدني الحقيقي عنده عده خصائص مم. من بينها التبادليه، ما هي التبادليه؟ هي اللي تمكن من التفاعل معا من اجل بناء الوطن. جميل. آه الجماعيه هي مم. جماعات المجموعه اعضاء هذا في منظمه رياضيه، هذا في منظمه ثقافيه، هذا منظمه اجتماعيه، هذا منظمه اداريه خيريه الى غير ذلك، يكونوا في جماعه مع بعضهم البعض ويكونوا يكونوا رايهم واحد في بناء الوطن، م. ايضا آه التشاركيه انهم يتشاركوا في اتخاذ القرار مع السلطات المحليه م. هنا والعداله المساواه وغيرها وغيرها من عده خصائص يتميز بها المجتمع المدني م. الا يحق له ان يكون شريك اساسي في السياسه؟ هنا لازم يكون ينتهج منهاج السياسه، ليس بالضروره انه اشخاص اللي راهم يمارسوا في المجتمع المدني هم يكونوا اشخاص سياسيين هذا او ينتمون إلى... الى الى احزاب سياسيه مم. معينه هذا امرهم خاص وشخصي لكن بالضروره يتقاطعون الآن مع السياسة نعم يتقاطعون مع السياسه لكن هم في الاخير البوتقه او ينصبوا جميعا في قالب واحد هي بناء تنميه فعاله مستدامه للوطن، مم. تنمية هذه باش تتبنى باتخاذ قرارات صارمه، مم. لانه الان الديمقراطيه التشاركيه هي ليس فقط روح نحضر في مجالس مثلا دورات عاديه او استثنائيه لعده مجالس، مم. انه مجرد هذا الفاعل او هذا صاحب المجتمع المدني يكون كصوره فقط او كصوره فقط، لا، يجب يجب اتخاذ قرار، يجب ان يكون شريك فعال واساسي في التنميه، مم. لانه هو الصوره الواضحه للمجتمع، هو اللي يرفع الانشغالات. اذا هذا هو المجالات. الدور الحقيقي للمجتمع اكيد نعم هذا هو دور, دور. لا يقل اهميه على السياسي وعلى عن السياسي مم. وعن يعني رجل الدوله والى غير ذلك الاختلاف في الممارسه هذا ممارسه سياسيه وهذا ممارسه مجتمعيه مجتمعيه نعم. جميل جدا ايضا مازال يطرح في الاسئله وهذا وجهه نظر الكثير يقول نعم. هي نفس الوجوه التي نراها مع بوتفليقه في عهداته الخمس اليوم نراها مع 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 رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون نعم. دائما انتم في الوجه دائما انتم تزكون وكانكم انشئتم كمجتمع مدن الا للتزكيه، ماذا ماذا تردون عن هؤلاء الذين يطرحون هذا السؤال؟ نعم هذا السؤال في محله والكثير يتسالوا فيه واعطيت لي فرصه اليوم على الاقل الرد على الناس هذا بالنسبه في العهد السابقه نتاع عهد السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد عبد العزيز بوتفليقه الله يرحمه نحن ربي يرحمه برحمته الواسعه يعني جاء في ظرف تعرفه الناس الكل وكانت الجزائر صعب يعني ظرف صعب وتحمل مسؤوليه وخرج للجزائر لبر الامان ورجع لها مكانتها امام الدول ما نكروشي وكان الشعب كل أنا اذا تشفى كان يقول له مدى الحياه يا بوتفليقه مم. الشعب كامل خرجوا في مسيرات لا لغيرها غيرها وبالتالي نحن لسنا نزكي في الاشخاص مم. احنا نزكي مؤسسات الدوله نعم ومؤسسة الرئاسة ومؤسسة الدولة. م. احنا ما يهمناش في الشخص من يكون. م. احنا يهمنا في دولتنا باش نقفوا معاها ونزكوا اللي يعجبنا. وبالتالي احنا بالنسبة لبوتفليقة مشينا معه. الآن لما دعينا للحوار في أيام الحراك دعينا التنسيقية الوحيدة اللي كانت تدعي للحوار. م. ودرنا درنا عبر الوطن كامل. درنا لقاءات ومن بعد دعينا للانتخابات للمشاركه في الانتخابات ومن بعد زكينا تبون كذلك وكنت شخصيا مدير الحملة تبون في ولايه الواد يعني ما هذا شيء مش بالنسبه لنا والان بنلاحظوا في الاستقرار في البلاد التنميه الاقتصاد تطور يعني كانت ايام الحراك كانت الدوله انت تعرف منهاره حتى خلاص الاجور للعمال يكاد لم يكون في الخزينه مه وبالتالي مه لما جت في العهده هذه تاع السيد عبد المجيد تبون وفي نفس الوقت انت تعرف باللي كورونا هذيك ثلاث سنوات ضيعت يعني من في العالم كامل أوه. مش غير في الجزائر هناك آه. هزات مرت بها وب الجزائر وبالتالي, وبالتالي وبالتالي احنا لاحظنا في العهده هذه يعني دكاتره وظفوا كامل اساتذه وظفوا منحة البطالة للشباب مم. الآن منحة المرأة الماكثة بالبيت هي في قيد الدراسة, الدراسة. وتمشي الفلاحة متطورة كثير من الانتاجات عدنا ننتجوا فيها في الجزائر ما عدناش دو فيها وبالتالي احنا مشينا مع الاستمرارية الاستمرارية هذه وما تنساش السيد عبد المجيد تبون دار في الدستور عهدتين وهذا شيء جميل معناها راح يكمل العهدة هذه ان شاء الله اذا انتخبها الشعب وان شاء الله نحن الشعب باذن الله راه كل معاه مه. يعني ما فيها شي شك وبالنسبه كاين سؤال اخر خارج سالوه لي كثير معناها يديروا لي فيه في التعليقات في عبر صفحه اي شفنا كثير من التعليقات آه هذه في صفحتي خاصه ورديت عنهم في الفيسبوك يعني نشرت كلمه اثنين يقول شيئت انا يعني رديت قلت لهم اشكن شيط الدولة ونظامي ما يعرفوش ما بين الشيات للشخص المعين الشيط راني كي نعود لشخص معين نمشي معاه وكي يغير الاتجاه نمشي مع الشخص هذاك بصح حنا نمشي بثابت مع مؤسسات الدولة يتغير الشخص يروح ما انا بقى ماشي مع مؤسسات الدولة وبالتالي انا نشيط الدولة شي وهذا شرف لي عظيم ونتشرف وقلتها حتى في صفحتي في الفيسبوك يعني شرف لنا ولكن كان حاجة أخرى كما تقول الوجوه نفسها أنا دعيت في عدة مرات في قناة في الجديد وهنا وفي إذاعة سوف قلت على الشباب أن يتقدم ما تبغاش في بالفيسبوك أدخل أدخل للتنسيقية أدخل للأحزاب كامل أدخل يقتحموا بالانخراطات ويترشحوا ويوصلوا انا ناكد بالنسبه للتنسيقيه انا يعني كرئيس عنها وهذه العهده الثانيه ومش راح نكملها هذه يعني نعدكم ثاني من هنا يعني مباشره راح بعد الانتخابات الرئاسيه مباشره راح ندير جمعيه عامه ونديروا رئيس اخر شاب صغير اللي يختاروه الجماعه وعمرنا ما درنا التنشيقيه بالتعيينات دائما اول جمعيه عامه فاتت فقط 600 واحد تدخلوا الصفحه وتشوفها عبر الفيسبوك بالانتخاب بالجمعيه عامه وبالتالي نحن وراح نديروا مؤتمر ان شاء الله ثاني انتخاب بالمكتب الوطني وبالتالي بالنسبه للناس لازمها تدخل يجي يقول لك الحزب يعني احنا نخلي البلاصه فارغه مثلا انا نخليها التنسيقيه والاخر يخلي المنظمه نتاعها والاخر يخلي الحزب والاخر كذا ومن بعد هم كاش من يقدم مم. كي يقدموا وي... ويثبتوا وجودهم يتفضلوا مرحبا بهم جميل في قضيه يقدموا ما يقدموش الطاقات المجتمع ميقدمو المدني فيه الكثير يبرر هذا العزوف على ان المجتمع المدني ربما مجال محدود تتحكم فيه السلطه مش عارف ويطرح ويقول لك مستوى ضعيف مستوى الموجودين ما فيش زكاه موجود مم. ماذا تقولين لهؤلاء يعني هل المجتمع المدني عندنا الان ما زال يراوح مكانه ما زال لم يرتقي الى المستوى وربما التاطير الذي وضع رئيس الجمهوريه مرصد كامل على يعني ما زال دون هذا المستوى والثقه اللي وضعها فيه رئيس الجمهوريه نعم بالنسبه يعني مش نقوله كمستوى بل بالعكس هناك اشخاص اقوياء جدا موجودين في الساحه على مستوى المجتمع المدني لكن لم يعطى لهم الفرصه لم يعطى لهم الفرصه وما لقاوش يد مساعده انهم باش يقدموا الانشطه تاعهم او باش يساعدوا الدوله في مجال معين في مجال التخصص من ما عطاهمش الفرصه مثلا ممكن مؤسسة المجتمع المدني خلقت عليهم ولا كيفاش؟ ما كانش مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسة مجتمع مدني تخدم لصالح الدولة، والدولة فاتحة ذراعيها للمؤسسات وعلى المجتمع وعلى المدني. على الدولة وليست للسلطة. اه نعم. أيوة أكيد. وهناك أيضاً احنا يعني بين قوسين نتحدثوا بالنسبه آه. اللي راهو الموجود في المجتمع كي يقول لك المجتمع يقول لك ها واش قاعدين يديروا هذا ما يبانوا غير وقت الانتخابات ما عندهم ما, ما يديروا ما عند انتم مطلين علينا واش رانا قاعدين نديروا نعم. انا او الشيخ عبد الحكيم بكاكره ولا منظمات اخرى ولا جمعيات اخرى مكافحه الفساد واخرين تاع واخرين تاع ثقافه واخرين تاع الطفوله و و و و طلين عليهم واش قاعدين يديروا هل انتم كنتم معاهم لما يراسلوا في المراسلات مراسلات للادارات كيفاش تحلت بعض كثير من المشاكل هنا في الولايه فتح المجتمع المدني حل المجتمع المدني عن طريق عن طريق مراسلات رسميه مه. واولها نشهد انه كانت مراسله عن طريق التنسيق الوطني المجتمع المدني نعم. مباشره الى رئيس الجمهوريه عن طريق دي ديوان الرئاسه نعم. وفعلا كانت في عده قطاعات والرئاسه راهي موجوده لحد الان وجاوب عليها رئيس الجمهوريه ومن بينها الطريق الوطني رقم 16 48 48 48, 48. 48. على الحمرايه نعم. اجاب عليه وفعلا راهو اتخذ فيه اجراء اتخذ نعم. فيه اجراء ولا ما اتخذش اذا الان المجتمع المدني ما عندناش عصا سحريه باش الانشغال اليوم يتفتح غدا ولا حنا نخرجوا غير وقت الانتخاب حنا نخرجوا وقت الانتخاب لاننا وطنيين لاننا وقت الانتخاب باش يتحدد المسار السياسي عن طريقه يتحدد الاستقرار الاقتصادي مثل ما قالت الدكتورة اسمع ديك بالخير يعني كثير من الأشخاص اللي راهم يعرفوا قيمة وفعاليات المجتمع المدني وشراء الدير هذم يعني يعرفوا يقول لك فعلا المجتمع المدني راهو اليد اليمنى للدولة مساعدة للدولة لذلك علاه هو رئيس الجمهورية أقام مرصد وحط فيه شخص وراهم يديروا في الملتقيات ويديروا في الندوات وراح يديروا دورات تكوينيه ياهلوا فيها ويأثروا فيها من الاشخاص لانه يعني <applause> الان في عده جمعيات نذكر في ولايتنا ما هم مش مؤهلين هم اشخاص شعبويين غير مؤهلين مختلطين مع اشخاص اكاديميين هنا واحد يكمل الاخر كل واحد عنده كفه ميزان هذاك الشعبوي عنده سلطه وعنده اشياء يقدر ياثر بها على الشعب والشخص الاكاديمي والمثقف عنده ايضا ميزان قد يؤثر به على فئه معينه من المجتمع وهكذا تكتمل يعني تكتمل النصاب ليس فقط انه نشوفه من جانب السلبي انه احنا استقرار البلاد تاعنا استقرارنا السياسي يعني راح يكون ذاتي <applause> راح يكون فيه بناء دوله جديده راح يكون فيه تنميه حقيقيه راح يكون من من خلال على على ذكرك على للتنميه الكثير يقول لك المجتمع المدني لابد ان يكون مع التنميه، نعم. مع تنميه المواطنه، مع ترقيه المواطنه، مع متتابع متابعه الاشغال التي تجرى، هناك تخلف على مستوى التنميه، هناك مشاريع من المفروض كان يروحوا هما لانهم يعني يمثلوا المجتمع رجال الاحياء، وهم اللي يقوموا بمراقبه ومرافقه التنميه, التنمية. نعم. على مستوى الولايه والمشاريع التي لم تنجز، الاوساخ الموجوده، ربما يتحدثون عن عن هذه الاشياء، يديروا ملتقيات، يقوموا بعملية تحسيسيه آه ربما انتم متحق... هما هكذا يقولون مهتمون الا بالسياسه وما مهتمين بالجانب التنموي، ماذا ترد على هؤلاء سيد الرئيس؟ آه نعم ردوا بالنسبه ل نهضروا بالنسبه لمدينه الواد بالنسبه محليا نعم محليا عن نعم النظافه النظافه اجتمعنا في عهد السيد الوالي بن سعيد نعم اجتمعنا معاه كتنسيقيه واتفقنا باش نديروا شركه اللي سموها شركه النظافه والاناره العموميه. معنا نعم. عندكم مساهمه نعم. من, اقتراحنا ايه؟ ووافق عنها وقلنا الميزانيه اللي راح يمدوها للبلديات تحول للشركه هذه طبعا الشركه تكون مؤسسه تابعة الدوله مش بريفي معناها يجيبوا ينظف مم. يعني واتفقنا لان ليه ما يخفاكش نهضروا صراحه تو باش ما حتى البلديه اكيد اكيد البلديه بكري هذه تراكمات قديمه المعوقين الامراض الذهنيه كذا هذا من الخدامه اللي يخدموا في العمال كنظافه بالنسبه للبلديه هذا مشكل كبير وخلاصهم راتب ضعيف ويخدم يعني خدمه شاقه والمواطن دكي كذلك ساهم في الصراحه يعني دكي بعض المواطنين هل مؤسسه المجتمع المدني ساهمت قدمت طرح وافكار قدمنا واندمجت في عمليه التنميه و والتشاركيه تحكيها على مستوى المجالس البلديه على مستوى نعم نعم نحن أيوة هذا نحن كتنسيقيه وطنيه المجتمع المدني وكان ياسر من الجمعيات نتواصل معهم يقولوا لي نجتمعوا مع البلديات طبعا مش كل البلديات كان كاين اللي يتقبل وكاين ما يتقبلش مازال مشكل هذا شيء ما في المحليات لانه ما كانش قانون صارم يصدر وراح يصدر ان شاء الله قانون المجتمع المدني بالشراكة مع المنتخبين المحليين راح يكون فعال رسميا بوثائق رسمية بالنسبه لنا احنا نستعملوا الافكار تاعنا ويفتحوا في الباب لان ما نجيش انا رئيس البلديه نقول له اعطيني واعطيني انا نجي نقول له نحاولوا نتعاونوا ونحلوا هذيك المشكل ودخلنا في عده مجالات يعني في بلديه الواد وبلديات غيرها وحلينا عده مشاكل يعني المواطنين يعرفوها يعني المشكل اهل المشكلة ذات دخلنا ونحلوا في في المشاكل بالنسبه للنظافه للمحيط بلديه الواد حتى الوالي بن سعيد شرف عنها نحى رئيس البلديه قال له بعد وتكفل بها هو وما قدرش ليه؟ راح بن سعيد اه بعدها راجع وما قدرش وما قدر حتى واحد اه نعم وسمع لي وانا قلت كي وزيره البيئه وكان راجع ثم في القاعه قلتها قدام الجميع شديت انا كي بداو ثم قلت لها من قلت لوزيره البيئه قلت لها كاين مشكل في بلديه الواد لو ما تقسمش بلديه الواد الى اربع بلديات ونسي نعاودها منها نعم صحيح ولو ما تقسمش ما يقدر يخدمها حتى انسان بلديه كبيره ما كان حتى انسان يقدر يخدم بلديه الواد بلديه الواد ما يقدّها ما يقدر حتى واحد بلديه بحجم ولايه سبحان الله لازم تقسم اقل شيء اربع بلديات ليه ثم يقدروا المنتخبين كل جهه يخدموا الجهه المقسمه هذه البلديات م. هذا شيء واحد الثاني لازم من المواطنين نديروا حملات نظافه انا درنا كتنسيقيه درنا عده حملات نظافه صراحه ننظفوا ونجوا من غدوه نرجع نلقاوها كي بك مشكل كبير من يريد يطيش فيه علاه ما حتى من تجار وغيرها مثال يلمد يدير في الساشي تاعه ويربطها ويحطها ست. خليها برا يجي يزها هو مشروع النظافه في الوادي وارق الكثير مشكل كبير في, في الطريق 48 وغطيناه احنا التحرير معزه ميته في, في الشوارع يعني يطيشوا من قدام حوشي تلقى الناس ترمي انا لابد من ردع في الجانب هذا صراحه يعني ما مش مشكل كبير هذا انا قلت لك مش فيه يعني حتى المواطن شيء مش, نعم. مش كل نعم. على كل حال مش بريء حتى آه. المواطن نعم آه. نعم لكن آه. نعم. مش متعاون تحب تقول المواطن مش متعاون مش مش متعاون يعني صراحه جميل جدا اليوم اليوم فهمنا وجهه نظركم على ان المجتمع المدني ايضا له دور في اي عمل وطني سواء كان على مستوى الانتخابات او مستوى التنميه عن اي مستوى اي المجلد. القطاعات والساحات مجالات هذا دور المجتمع المدني نعم. في تفعيل هذا النشاط وفي تاطيره وفي ربما تثقيف المجتمع وحث المجتمع على الانتخابات والتوعيه نعم. جميل جدا اليوم انتم الان بادرتم بترشيح رئيس الجمهوريه وطلبتم منه ان يترشح وبعثتوا بيانكم لماذا انتم معنا سنته رئيس الجمهورية ولماذا طلبت منه الترشح وما الذي رأيتموه في هذا المترشح سيد رئيس الجمهورية تفضلي إذن طبيعة الحال إحنا نساند نتحدث اليوم عن, عن عن, عن عن هذه الانتخابات وربما ماذا سيحدث بعدها من تغيير لأن مرحلة حساسة ومرحلة مفصلية, مفصلية في حياة يعني الدولة الجزائرية آه مرحلة مصيرية هي يعني الانتخابات الرئاسية مرحلة مصيرية انك باش يخير باش نختاروا رجل دولة ليس بالامر الهين م. احنا الجزائر آه لما في 2019 كانت على شفا حفرة في الهاوية آه وكان الحراك والدولة الجزائرية او بالاحرى الشعب الجزائري اثبت بطريقة سلمية مدى وطنيته, مدى وطنيته خوف على, وطن. على وطنه أنه مم. مظاهرات سلمية اللي أبهرت العالم نعم. واللي خلت العالم الغربي ربما الكثير على أن تكون طيب هناك زير متكسرة كلها نعم. بأنه شعب عصبي من لخة مم. أنه الجزائر راح تتكسر وراح تتهد وما عادش يكون لها يقيم لها قائمة وراح تتدخل يكون هناك تدخل أجنبي وهي اللي راح تسير الجزائر من, من الوقت هذا فصاعدة مم. لكن الشعب قال كلمته لأنه شعب وطني إذا هنا الشعب عليه خرجوا في, في في مظاهرات سلميه اثبت وجودها بجميع الاطياف كبار وشباب جميل ان الدوله تبنت, تبنت الحراك وسماتها بالحراك المبارك نعم والمؤسسه العسكريه انذاك كانت ند بالند مع الشعب كانت متضامنه مع الشعب وكان الجيش والشعب المقوله الشهيره خاوة خاوة هذه باش اطلق اطلقناها كل اطلقناه لانه كي شفنا الجيش الوطني تاعنا لحمه واحده مع الشعب اذا هنا الجيش والشعب هما اللي يشكلوا الدوله نعم الجزائريه اذا الجيش والشعب هم اللي رجل الدولة للمراحل القادمه مم. هذا الرجل فيه عده مميزات وصفات مم. من بينها الصدق والمصداقيه الوطنيه مم. انه يكون يحس بالمواطن البسيط مم. شكون اللي يحس بي اذا السيد الرئيس النقطه ما يتفصلوش فيها اثنين صحيح. مجموعه الاصلاحات اللي قام بها في كيف ما قال الشيخ عبد الحكيم بكاكره الكورونا اللي جاتنا اللي الاقتصاد العالمي يتوقف نهائيا لكن الدوله الجزائريه تخطط الامر هذا أجور الموظفين ما حبستش الناس يعني رجعت لحالتها من بعد الطبيعية استمرت الناس في أعمالها اقتراح عن طريق هذه الكورونا وهذه الأزمة رئيس الجمهورية اقترح عدة إصلاحات من بين منحة البطالة منحة البطالة رفع المنح رفع،, رفع الأجور من 2008 نعطي لك أنا كموظفة من 2008 كانت آخر سنة لرفع الأجور 2008 إلى غاية 2014 قداش 2024 قداش السنة حوالي 16 سنة ما ترفعتش الأجور إذا ترفعت 2023 و 2024 على التوالي خلينا نقولوا ممكن يقولوا الأشخاص المبلغ رمزي المبلغ رمزي لكن نزاد نزاد على سنتين مم. وعنده اقتراح اخر انه الزياده راح تكون 2026 2027 اذا في تحسين في على تحسين. الوضع الاجتماعي اكيد مم. وعلى مستوى الوضع, الوضع السياسي مم. والوضع الاقتصادي هناك عده اصلاحات وعده قرارات وعده انجازات كبرى اتخذها رئيس الجمهوريه بالضروره انه يكمل هو يكون رجل المرحله القادمه لاستكمال هذه الاصلاحات لانه الاصلاحات هذه تصب لصالح المواطن وصالح الدوله مم. اذا ما نقدروش نعاودوا ريكيبيرو من اول وجديد ونزيد نجيبوا رئيس من اول وجديد ويعاود اصلاحات اخرى ونعود دستور اخر وهلم ما جرى ذلك اذا الان اصلاحات بديناها تطرقنا لها بشوي خلال على مدار اربع سنوات نقول اربع سنوات ما كملهاش ممكن حتى الاربع سنوات نعم. ديسمبر 2019 ديسمبر 2024 باش تكمل اربع سنوات نعم. اذا ما كملتش اربع سنوات والعهدة الرسميه خمس سنوات نعم. مخطط خماسي نعم. هو اذا هنا وثم من حق رئيس الجمهوريه حقها العهده دستوريا يكون العهده دستوريا العهده ثانيه مه. نعم وهذا حق شرعي ودستوري استكمال الاصلاحات المتبقيه، مه. ان مجموعه الاصلاحات المتبقيه لابد ان تكون، احنا شفنا في المجلس الوزراء اللي فات اللي عنده يومين مه. انه كان مركز على تحليه مياه البحر والمياه والمياه الجوفيه والى غير ذلك، اذا موارد مائيه ولغيره كل مره لاحظوه انه يتجه الى مسار معين والى قطاع معين والى امر معين ولاحظنا انه في خروجه لعده ولايات لاحظنا الشعب ولاحظنا الانجازات، يعني هذا امر ملاحظ بالعين المجرده، كيفاش احنا يعني شعب باش ننكروا الامر هذا؟ بقي هو رجل دوله وهو جزائري بطبيعه الحال، وحنا علينا ان نخيروا الشخص المناسب في المكان المناسب. جميل. في غنى عن جميع للا يعني للا للا الامور المتبقيه وما بين السطور. هذه الحيثيات نعم. التي دفعتكم انتم كمنظمه. لترشيح رئيس الجمهورية استكمالا لمسيرة التنمية مسيرة التنمية لو لا تعلم التنمية أستاذ رئيس رئيس التنسيق والمكتب المكتب الوائي بالواد كيف تقيمون أنتم كمجتمع مدني هذه الحركة التنموية اليوم اتفاقيات مع دول كبرى غارج بلاد مشروع السكة الحديدية مشروع القمح الاكتفاء الذاتي كيف تقيمونها انتم كمجتمع مدني وكيف ترون مستقبل الجزائر من ناحيه استكمال هذا ما يسمى بالامن الغذائي والاكتفاء الذاتي. نعم بالنسبه لنا كتنسيقيه لاحظنا بالنسبه في البرنامج تاع رئيس الجمهوريه بالنسبه متوجه خاصه في الصحراء الكبرى يعني مشاريع ضخمه من بينها نتاع الحليب يعني مع شركه قطريه تاع 117 الف هكتار اضرار اضرار مع شركه قطريه ثانيا انت لاحظت بالنسبه للزيت عاد الجزائر تنتج فيه 100% بالنسبه لليسونس عاد مياه والزيوت وغيرها تاع السيارات 100% بالنسبه للسكر عندنا ننتج حوالي 50% ومازال الدولة الدعم إن شاء الله في سنة 25 يعني حسب الخبراء تحبس الاستيراد السكر الجزائري والإنتاج 100% وعدة والقمح كذلك يعني شفت ولاحظت في الجنوب ومشاريع كبرى راح تدخل شركات يعني في عدة مجالات كذلك لاحظنا أن العلماء والمخترعين بدأت تستقطب فيهم الدولة في عهدة عبد المجيد تبون يعني سيد رئيس الجمهورية بدأ يدخلوا للجزائر ويعرفوا السعي بدأوا راجعين كامل هنا وهذا شيء إيجابي وبرنامج طموح وكبير بالنسبة ل وهذا اللي يمتص المشاريع الكبرى الشركات الكبرى هذه اللي تمتص البطاله ان شاء الله لما تنطلق ان شاء الله في سنه 25 راح تنطلق هذه المشاريع الكبرى في البرنامج هذا علاش قلنا الاستمراريه. أوه. نحب نرجع الحاجة بالنسبه للتنسيقيه احنا بالنسبه للتنسيقيه احنا التنسيقيه غير مسيسه ليه غير مسيسه. احنا بالنسبه في المحليات ولاحظتوا في المحليات الفات درنا بيان بان التنسيقيه في مسافه واحده مع جميع الاحزاب نعم والدليل نعطيك بالنسبه للتنسيقيه فيها جميع التيارات السياسيه وفيها أنت حتى الحزب معناها كل موجودين فيها وبالتالي ما عندنا حتى اشكاليه مع مع انسان وانما في القرارات الوطنيه في الدستور في الرئاسه في القضايا الكبرى تاع الوطن واحنا لاحظنا انت شفت الدول الجوار وتربصوا بالجزائر الاعداء وهذا يعني اللي خلى الاحزاب والمنظمات والجمعيات تتوحد كامل وتختار السيد رئيس الجمهوريه كمرشح للاستمرار وللحفاظ على الدوله الجزائريه والاستقرار هذا ونشكر هذه من يعني كل المواطنين كذلك حتى الشعب ملتف وراه والدليل كامل. عاد يسموا فيه عمي تبون نعم يعني شيء جميل هذا هو معناها يعني اقتراب آه. به معناه من و... صراحه يعني نعرفه شخصيا يعني قبل ما يكون رئيس جمهوريه بكري نعرفه ك... ك... من كان وزير سكن وريحت معه وحكيت معه يعني صراحه انسان رباني صح إنسان آه إنسان نظيف نعم. إنسان, إنسان آه وهذا الشيء اللي مباشرة كشط في العهد اللي فاتت لما رشحوه رغم أنها سياسة تمسكت تمسكت لأني نعرفه شخصيا معناها أيضا المجتمع مم. المدني كيف تقيمون الجبهة الداخلية الوطنية لأن كثير من أعداء الجزائر اليوم نشوفوا فيه فيه كثير من ربما أصبحوا يظاهرون العدالة للجزائر من الدول العربية والدول الأجنبية واستعمار الأمس يريدون تفتيت هذه الجبهه الداخليه وضرب الجزائر من عمق والتشكيك في مقدرات الامه والتشكيك في هذه الانجازات والتشكيك انتم كيف ترون هذه الجبهه الداخليه التي تعتبر الحقيقه ظهرت في كثير من القضايا السياسيه مثلا الموقف الموحد بين الشعب والدوله في قضيه مناصره فلسطين فلسطين نعم كثير من القضايا يقول ان موقف الدوله هو موقف الشعب نعم معناها ما نشهدوش كثير في دول معناها تكون موقف الشعب وموقف الدوله معناها في تناسق كبير وفي تطابق في وجهات النظر في كل شيء، وش تقولي على الجبهه الداخليه الوطنيه للشعب الجزائري وهذه اللحمه الكبيره ها. التي نشهدها الان انتم كمجتمع مدني كيف ترون هذا التآمر وكيف ترون هذا الصمود الداخلي بالنسبه للمجتمع الجزائري؟ اكيد أه بالنسبه للجبهه الداخليه يعني بطبيعه الحال ان دل على شيء يدل على انه الشعب الجزائري شعب موحد ومتمسك بالاصلاحات م. دليل ذلك أنه مناصره القضيه الفلسطينيه كانت سلطه وشعبا مع الدوله الفلسطينيه لا. ايضا بالنسبه للدول خلينا نقولوا المترصدة للجزائر وما نقولوش الدول الاجنبيه لانه ما نلوموش علىها دول جلالة جلالة نعم ما نلوموش على الدول الاجنبيه احنا نلوموا على الدول العربيه اللي راهي يعني تقطع وتريش في الجزائر واللي راهي ثاني يعني تصرف في, في المشروع الصهيوني نعم المشروع الصهيوني نعم, نعم التجؤوا أنه وصلوا حتى انه بلي هذه المشاريع وهميه وراهي من انتاج الذكاء الاصطناعي نعم ولاحظنا رئيس الجمهورية كيفاش كان في الحوارات الصحفية الحوارات الدورية الإعلامية كيفاش كان كي يخرج كيفاش يتحدث يعني ما كانش تواضع أكثر من هكا أنه وما كان حتى البلد يكون فيه حوار بين الشعب حوار بين الشعب والرئيسة يعني ولا شهري ولا شهري ودوري يعني وشهري دوري نعم وكل مرة يختاروا مجموعة من الصحفيين في سواء في قنوات وألا في جرائد يخيروا دوريا باش ما يكونش يعني احتكار لفئة معينة ويحاوروا رئيس الجمهورية وين وجدنا هذه في أي دولة؟ يعني رئيس الجمهوريه الان ليوصل كيف ما قال الشعب الحكيم بكاكرة انه الشعب يسمي فيه عمي تبون هنا هذه هي قوه تلاحم الجبهه الداخليه هنا الشعب الجزائري راه داير جدار من حديد ما يقدر حتى واحد انه يزعزع امن واستقرار الدوله الجزائريه مه. وبدليل ذلك انه لاحظوا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي الان الكثير من الاشخاص الجزائريين شباب وشابات راهم آه يتحوا للجيش الوطني الشعبي آه الكمينه تعود فايته يسقوهم بالماء يبعثونهم في التحايا آه يتكلموا يعني خرجوا في فيديوهات باللي الجزائر واحده موحده ما يقدر حتى واحد يدخل فينا آه احنا رانا رئيسنا نعيطوا له عمي تبون هذا سي لو سونتيمون الشعب الجزائري مم. الى غير ذلك اذا هذه هي قوه الجبهه الداخليه على مستواكم انتم ك تنسيقيه وطنيه للمجتمع نعم. المدني وفيه تنسيقيات اخرى تقدم جمعيه اخرى نعم كيفاش العمل تقوموا به انتم في هذا الجانب في اذكاء روح المواطنه روح الوطن في الساكنه نعم. كيفاش انتم مثلا تدافعون على وتردون هذه الشبهات وهذه التشكيكات ####أنتم أقرب من المواطن نعم أنتم نعم مجتمع نعم مدني أنتم في الأحياء عندنا نعم جمعية خيرية, خيرية نعم جمعيات رادية أنتم أقرب للمجتمع المدني وأنتم الخلايا المزروعة داخل المجتمع نعم هل عندكم مشاريع في هذا في هذه القضية بالضبط... خلينا نقولوا ساعة المستوى المكتب الوطني، مستوى م. المكتب الوطني آه راهي موجودة يعني على صفحة الصفحة باللي السيد عبد الحفيظ بالصالح في في دوام مستمر للندوات الوطنية، نعم. كل مرة راهو يدير ندوة وطنية على يعني في المناسبات الأعياد الدينية، م. الأعياد الوطنية، آه في استحقاقات انتخابية، أي استحقاقات انتخابية دائما يكون السباق أنه يدير في الندوات الوطنية على مستوى المكتب الوطني وينادي جميع المناضلين وجميع رجال الدولة إلى غير ذلك ويقوم بالندوة الوطنية ويعطي إشراك لجميع المكاتب على مستوى الولايات أنهم يتفاعلوا ويشاركوا بكلمة كل مرة الندوة الوطنية تكون حول موضوع مهم هو موضوع اللي يحمي الدولة الجزائرية وحماية الدولة الجزائرية حماية التراب آه الالتفاف حول الوطن الالتفاف حول سلطتنا حول مؤسسات الدولة أيضا ايضا هذا من الناحيه العامه وحنا نجسدوا هنا من الناحيه يعني على مستوى الولائي مستوى الولائي بطبيعه الحال مجموعه المكاتب اللي عندنا والمنتديات دائما انه يكون عندنا آه يكون عندنا دائما ندوات يكون عندنا آه اشراك في الفواعل على مستوى كل مكتب كل مكتب يحتوي 20 30 شخص دائما في في فيها في جنده في مشروع الان تشتغلون عليه في هذه القضيه، من القضيه هذه نعم. ليست قضيه مناسباتيه، نعم. هي قضيه من صميم نعم. مؤسسات المجتمع المدني في هذا نعم شكلت مبادره الوحده الوطنيه تسميتها سمتها يعني ودخلوا فيها عده منظمات يعني فازت 30 منظمه وطنيه دخلت في هذه المبادره ودارت في المقر الوطني وهذه راهي تمشي دائما هي كجدار وكوحده وطنيه يعني واعطيت كذلك تعليمات للمكاتب الولائيه والان داير انا عندي مجموعه داير تكتل جمعيات المجتمع المدني فيها مجموعه من الجمعيات دائما نتواصلوا مع بعضنا في الجروب يعني وحبينا نديروا ذات مبادره ان شاء الله بعد الانتخابات الرئاسيه جتني الفكره هذه كنت راح نديرها قبل الرئاسيات ومن بعد قلت ما يقول لك هم دايرينها من اجل الرئاسيات انت مم. تعرف وبالتالي حابين نديروا ان شاء الله بعد الانتخابات وهذه يعني نقولها انا كاين واحد قال لي ما تقولوش عن سر قلت له ماذا بيا نتبناها واحد اخر ونريح ونمشي معاه مم. قلنا نديروا تاع فعاليات المجتمع المدني لولايه الواد نبدا هنا في ولايه الواد نلادوا الجمعيات الكل بدون استثناء مم. في عمل جميل. تنسيقي ايوه قلنا ان تكون جبهه أقوى, أقوى. لا. اقوى ان شاء الله وقلنا خيره شخصيه حياديه ما يكونش رئيس جمعيه خيره انسان حيادي يتهم مصلحة البلاد ما يهم لا في سياسة لا يهم أحد شيء ويكون وطني طبعا مخلص لوطنه نحطوه هو رئيس هذه وتجتمع هذه دوريا مثلا كل ثلاثة أشهر إلا في القضايا الوطنية وقضايا البلاد يعني اللي تهم البلاد المصلحة البلاد تكون يعني بأسلوب حضاري معناها لا وكل جمعية تخدم على روحها كما قلت الآن عندكم عندكم تصورات مستقبلية استراتيجية تخطيط مستقبلي ولا تعيشوا حسب الازمات. لا. هل هناك استعداد مثلا عندكم خارطه تخدموا عليها تصورات ترصدون الظواهر الاجتماعيه تحللوها تكون عندكم في في تشاركوها مع الدوله مع المؤسسات هذه الفاعليه ربما الكثير يشوف المجتمع المدني يقصر في الجانب هذا في الرؤيه الاستراتيجيه ومعلش انتم اللي مجهود كبير م. لكن كيفاش يكون عمل علمي مقنن مضبوط فهمت فيه مراحل اشراك كل الفواعل على مستوى المجتمع المدني وحتى خارج المجتمع المدني في رصد هذه الظواهر مثلا ظاهره المخدرات ظاهره المشاكل ظاهره كثير من المظاهر في المجتمع هذه <applause> ربما تستدعون حتى دكاتره واطباء مثلا او شخصيات كبيره لحل كثير من المعضلات انتم تساهمون او رفع تقارير للهيئات العليا بهذه نعم. القضيه حتى تكون المجتمع هو عين الدوله وهو النصف الاخر كاين النصف الرسمي والنصف الاخر لان الدوله لا تستطيع ان تستغني عن النصف الاخر نعم درنا عده لقاءات وعبر الولايات ومن بينها درنا في ودريغ مؤخرا وحضرنا فيه قلنا هذه تدخل في سياسه التبليغ يعني الجمعيات ومواطنين سياسه التبليغ بالنسبه للمهلوسات والما وحتى في الاسعار وفي الغش وفي اي في جميع المجالات. مشاكل كبيره معناها سياسه التغذيه معناها تتطلب المجتمع المدني آه اليوم مش, مش يتحرك بقوه. هنا بالنسبه للصراحه يعني ما لهاش ثلاث ايام مازالت موجوده عندي هنا اتصل بي شخص من قمار ما عن مشاكل السرقات في قمار وقال لي بالنسبه للناس في تذمر كبير. وصلناها للجهات السلطات المعنية لجميع السلطات الأمنية وخذوها بعين الاعتبار لأن في خلال اليومين هذه وراح تشكل دوريات خاصة للمراقبة هذه تاع فقمار مثلا لأن هذا مواطن بلغ مش مش نعلم مش راح يصير في البلاد الكل صح احنا جميع من يبلغنا باي شيء نتكفلوا به باذن الله بقدر المستطاع مع السلطات المحليه او السلطات الوطنيه أوه. ودائما نقول اللي يحب يجي يتفرج في التنسيقيه يجي نوروا له المراسلات حتى من رئاسه الجمهوريه وعندنا الردود ورئاسه الحكومه ووزراء والى اخره راسلوا السلطات المحليه في الواد ويردوا علينا بال أوه. يردوا علينا يعني بال بالرد يعني مقبول يعني كاين وانت تكون مع مشاكل تتحل وكاين وانت تؤجل وكاين على حسب الظروف انت ما يخفاكش بالنسبه للجزائر وحتى رئيس الجمهوريه قالها يعني كاين عراقيل معناها في, في, في البلاد مش من السلطات المسؤولين ولا لا كاين نساء تسعدها مانيش عارف تخرب ما بين المسؤول وبين المواطن، ما بين جمعيه وما بين مسؤول، يدخلوا يبقى المواطن المسؤول لا حتى حاجه نكونوا واقعيين حتى حتى هذه البيروقراطيه في بعض الاحيان كاي كاي موجوده مازالت موجوده البيروقراطيه نعم هذه اللي يهضر عنها رئيس الجمهوريه تو ايه. في الجمعيات كاينه صراحة انا ما نحكي حتى هنا في الولايات المتحده نقول لك ندور المجتمع المدني كان يعري ويكشف نعم. ويبعث التقارير حتى يكون مجتمع مدني فاعل نبعثوا شفنا احنا يعني بلادنا نبعثوا عندي مراسلات ونبعث عن طريق رئيس المكتب الوطني نبعث له آه كي ومباشرة كي مباشرة كاين حاجات نبعثوها له مباشرة وكاين حاجات يعني يوافق عنها ونبعثوها مباشرة للوزارة جميل, يعني جميل جدا آه بشفتك أنت كرئيس منتدى المرأة داخل آه. التنسيقية والمرأة لا تقل أهمية في هذا الدور اليوم شوفوا آه. غياب المرأة الصوفية في هذا الجانب ربما بكسات نشوفهم كما انت فقط آه لو تحدثيني عن الدور الفعال لان المراه ايضا راي ام وراي ربة اسره اكيد وعندها ابناء وعندها اولاد كيفاش اليوم نفعل دور المراه داخل مجتمعنا في هذه القضايا الحساسه وهو دوركم انتم كمجتمع مدني في هذا التفعيل وانت رئيسه منتدى لهذه المراه. نعم، انا صراحه بالنسبه لي كرئيسه منتدى ما لقيتش اشكاليه في الامر هذا خاصه في الانتخابات الرئاسيه، الاشكاليه في الانتخابات المحليه وقتها كان عنصر نسوي يبرز ثم لا وما مش غير في, نعم. آه في هذه المناسبات هذه نعم. مثلا اليوم انت كنت تحدثوا اليوم رانا واقفين مع الوطن. واقفين نعم. اليوم أكيد. في انجاح، اليوم مرحله حساسه. مرحلة اليوم هي مرحله استفاف. الصف كل ورا مشروع واحد ومشروع التنميه ومشروع يكمل نعم. المسيره هكذا تحدد اين المراه من هذا الدور تفضلي نعم أه بالنسبه للمراه الصوفيه اللي قلتها وذكرتها عده مرات مهو. باللي المراه الصوفيه أه كاين مهما يكون مهما يكون راح تتقدم وراح تتطور لكن تربطنا عادات وتقاليد نحترموها ونقدروها هذه نعم. اكيد مكمله اذا المراه الاكثر الاكثر هي دورها اسريا مهو. يعني داخل الاسره نعم داخل الاسره المراه عندها دورين عندها بي. دور اكاديمي ودور اسري كل يوم مرة فيها فيها استاذه دكتوره في الجامعه اكيد انا قلت لك دور اكاديمي ودور اسري المراه معاش في المدفعه فقط نعم ايه. دور اكاديمي الدور الاكاديمي هو تغاء ايضا على الدور الاسري مم. لانه المراه اصبحت موجهه اكثر للعمل مم. اصبحت يعني نقولها بصراحه يعني مم. أكثرية لي باصت عدو نساء وحتى في التعليم ونروح نشوف نسبه التوظيف من ناحيه المعلمين نلقوا نعم. باللي النساء اكثر من الرجال حتى في الجامعات, حتى, آه. الجامعات. آه. حتى في الجامعه الان نروح نشوفوا تعداد الاناث اكثر من الذكور في التدريس وإلى غير ذلك مم. يعني هذا يدل على انه المرأة عندها مكانة بارزة في المجتمع، ومكانتها واضحة جدا، قلتها عدة مرات انه الدستور أعطاها الأحقية وأعطاها أولويات وأعطاها عدة قرارات مهمة المرأة اللي تخليها تمارس حياتها سياسية واقتصادية واجتماعية إلى غير ذلك. إذا هنا المرأة في خضم هذا يعني الأحداث المهمة اللي تخص الدولة المرأة سباقة في هذا الأمر وبطبيعة الحال لأنه الاستقرار السياسي راح يتبع استقرار اجتماعي والاستقرار الاجتماعي هذا راح ينقص عليها هي العبء بحكم انها يكون عندها اولاد سواء عندها من ناحيه نشوفوا من ناحيه منحه البطاله الكثير من السيدات المكيثات في البيت اصبح عندهم منحه بطاله الكثير من السيدات اللي عندهم مهنه في اليد وساعدناهم احنا داروا في غرفه الصناعه التقليديه وهزقوا عروض إلى غير ذلك وكبروا المشروع تاعهم كان على مستوى المنزل وكبروا داروا صفحه فيسبوك وعادوا ينشروا ويبيعوا وعادوا يجيبوا في ارباحه الى غير ذلك م. يعني هنا هذه هذه هي النظره بالنسبه لي انه نظره المراه آه نظره تحتويها جانب من الاستقرار م. المراه تحوس على الامن والاستقرار م. الامن والاستقرار هو لما نوجهوها حنايا الى بر يعني مكان تلاحظ فيه هي أه تحط ثقتها فينا الثقة هذه اللي تحطها هي في في المجتمع المدني أو في أشخاص معينين ب ب ب بالأكيد بالأكيد راي عندها هي متشبثة بالأشخاص هذا لأن هي مؤوزة شاهدوا في جمعيات رؤساء جمعيات نسية نساء نسية نعم. نعم وأنا كنا رئيسة جمعية نسوية يعني شجعتها أنها كانت هي رئيسة جمعية نسوية يعني مم. جديدة هي الآن في الميدان وفتحت جمعية طبية ما شاء الله عليها ناشطة مم. وشجعناها أنا الشيخ حكيم أنها كانت هي ترأست وجبنا لها عدة نساء معاها باش يكونوا معاها يكونوا يد اليد وينجوا عليها ما يكونوش احنا شادين المشعل على نبانوا غير احنا وحدنا لا نبانوا احنا الهيئة تاعنا احنا اصلا العمل تاعنا انه نبرزوا اشخاص اخرين اشخاص عندهم عندهم مجال انهم يخدموا انهم يقدموا اضافه للمجتمع خاصه في مجال العنصر النسوي لما لا نرفعوا لهم نرفعوا نرفع الغطاء عن المراه هذه ونخلوها انها بما انه مسار راح يكون مسار اخلاقي وصحيح جميل ماهيش تخرج على امور اخرى جميل عندنا اخر نقطه اليوم شرحتوا عليها الاحزاب طبعا الحال فيه احزاب مسانده نعم. وربما مرشح جمهورية وفي احزاب راح تقدم نفسها نعم. آه اجندتهم في, في العمل الانتخابي والسياسي نعم. والحمله المرجعيه نعم. انتم كجمعيه المجتمع المدني ما هو عملكم في هذه الحمله الانتخابيه وربما نتحدث عن نقطه مهمه جدا في قضيه الانتخابات الرئاسيه ليست كالانتخابات الاخرى. نعم. دائما فيه نقص في في الاقبال على الانتخابات عكس المحليه والوطنيه الاخرى. آه ما هو دوركم الان مش تقوموا به في قضيه حث الناس على الانتخاب والزامهم وتحريك المراه اعطوني ما هو مخططكم وعملكم وبرمجتكم لهذا النشاط اللي راح تقوموا بها ايام الحمله. تفضل نعم. هذه اخر نقطه نعم. نعم بارك الله فيك آه، احنا قلنا ان شاء الله غدا صباحا على التاسعة سوف ننصب لجنه الولائيه للانتخابات بالنسبه على مستوى التنسيقيه وراح تكون مكاتب بلديه ان شاء الله من تنصب فيها في هيكل. هيكله على مستوى 22 بلديه ان شاء الله وستفتح مداومات وطبعا احنا رانا مرشحين السيد عبد المجيد تبون ولكن في نفس الوقت راح نديروا حملتنا احنا كتنسيقيه ان شاء الله نحثوا الناس على اهميه الانتخابات هذه الرئاسيه وعلى لازم الناس تخرج لان الخارج كامل انت تعرف الاعداء يترصدوا بالجزائر ولما تكون نسبه ضئيله يكون الضغط على الدوله اكثر ولما تكون النسبه ترتفع اكثر من تكون الدوله تكون اقوى اكثر وبالتالي احنا نحث الناس على انتخاب مرشح ليعجبهم ليخيروه لان كمجتمع مدني انا قلت لك في التنسيقيه فيها فيها ناس تنتمي كل واحد ينتمي لجهه معينه لكن احنا كتنسيقيه الاغلبيه سكينا السيد عبد المجيد تبون وطبعا راح ندعو الانتخابات ليه هذه يعني ما فيهاش شك ولكن ندعو الناس انها تخرج تعبر على رايها لا. ولو يا اخي طيش كما يقولوا دير البريه دي بيضة، أه؟ المهم عبر عن صوتك اخرج شارك باني راني راضي بالانتخابات هذه راضية على وما مش من يطلع احنا اللي يطلع بالنسبه لنا فهو منتخب من طرف الشعب راح نمشوا معاه مساندين له مهما من يكون ان شاء الله اللي كان باش ندعموه ونكونوا معاه هذا برنامج بالنسبه للتنسيقيه مش غير على مستوى ولايه الواد مم. احنا قلت لك تنصبت لجنه وطنيه والان بدينا في تنصيب اللجان الولائيه وبالنسبه للواد غدا ان شاء الله تتنصب اللجنه الولائيه ايضا انت في هذا المضمار ايضا نعم بالنسبة للانتخابات هذه بطبيعة الحال هي مش ككل انتخابات احنا فقط نقولوا باللي المشاركة السياسية هي حق يكفله الدستور الجزائري ومن حق الأشخاص أنهم يشاركوا في الانتخابات على مستوى الأحزاب احنا شفنا ائتلاف الأغلبية حزب ائتلاف الأغلبية اللي جمع ثلاث أحزاب اللي رمي يعني مساندين تجمع المستقبل نعم هما اللي يعني أكثر تمثيلا في البرلمان. أكثر لا. تمثيلا في البرلمان هما مساندين للسيد عبد المجيد تبون أكيد على مستوى يعني على المستوى المركزي من الأعلى إذا هم عارفين التوجه تاع الدولة لأنهم هما أقرب في النظرة لأنهم هما مشاركين في السلطة وأقرب في النظرة وإلى غير ذلك أيضا بالنسبة للمواطنين يا أخي أنت كمواطن أو كمواطنة لازم من حقنا أنه نعبروا على صوتنا من حقنا أنه نعبروا على الشخص اللي يحمي بلادنا مش بالضرورة أنه الشخص هذا يمشي مع الشخص الفلاني وهذا مع المرشح الفلاني وهذا مع المرشح الفلاني يعني ولاحظنا باللي حتى العنصر النسوي مفهوم ويشوفنا. الديمقراطية أخيرا توضح نعم توضح, توضح كثير اليوم يقعدنا نشوفوا باسم الديمقراطيه تحتل بلدان وباسم الديمقراطيه تضرب بلدان وباسم الديمقراطيه نشوفوا نعم. كيفاش انتهكت حق الشعب أنت الفلسطيني انتهك حق 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 عده شعوب وراحوا ضحيتها اطفال ونساء ورجال ابرياء وبلدان هدمت وحطمت بالكامل من طرف دول ديمقراطيه تدعي ديمقراطيه تدعو للديمقراطيه وهي تدمر في او تدعي ديمقراطيه نعم, نعم. بالتالي هنا يا سيدي راهي البلاد الجزائر امانه في ايدينا أوه. احنا الشعب احنا اللي الدوله إذا كون نعرفوا الدولة هو مجموعة من الأفراد يقطنون في منطقة ممكن. جغرافية يحكمهم قانون ويتمتعون بالسيادة إذا على شكون هذه الدولة؟ الدولة محسوبة على الشعب إذا هنا الشعب من حقه احنا نصرنا والفترة اللي فاتت نهار 2 جويلية كنا مع المجلس الأعلى للشباب اللي يعني كان فعاليات المجتمع المدني حاضرة فيه وكنا أعطينا نظرة عن العزوف الانتخابي ويعني يعني الولاية بارك الله فيها هيئت لنا المواصلات ودرنا عبر البلديات ورحنا جلسنا مع الشباب ودرنا معاهم وشفناهم وشفنا الآراء تاعهم اللي بعض من الشباب قال لك تو كاين بعض النظرة تو فهمك الشيخ حمدنا بعض النظرة تقول لك قال لك واش أو طالع طالع م. طالع طالع أنت باش يطلع يطلع بك أنت ويطلع بفلان ويطلع بياناية ويطلع بالسيد هذا وبالسيدة الفلانية مم. يطلع لأن احنا يا أصحاب القرار احنا يا سيادة القرار للشعب احنا اللي قرروا انت كتخلي مكانك فارغ وش معناتها؟ قابل تزور رقابل للتزوير انت قابل انه يزوروا في النتائج مم. قابل انك صوتك ينتهكوا اشخاص اخرين مم. لانك عزفت على الانتخاب عزفت على الانتخاب اذا على انت تروح تدير بطاقه ناخب وتسجل في القوائم الانتخابيه وانت لا ما ننتخبش هذا يا سيدي راي هذه هذه الانتخابات على راك تخرج في المجالس المحليه بقوه هذا موقف سوريا وموقف وطني نعم تخرج في المجالس المحليه بقوه ما تخرجش في في, الانتخابات الرئاسيه بالرغم انه الانتخابات الرئاسيه هي الانتخابات المصيريه للدوله هي اللي تحدد مسار الدوله الجزائريه اذا هنا وطنيتك وحسك بالوطن يتجسد في خروجك الانتخابات الرئاسيه مش نخرج لانه عمي وفلان وصاحبي وذاك رايحين ينتخبوا بشد الغنيمه من بعد تتقسم نقولوها يعني جلوبال من الاخر اه واحد قال ما تخليش الغاز يطلع على الراس ايه احنا هذه دولتنا لازم احنا نطلعوها احنا نخرجوا ننتخبوا راضي عليه الفلان ماكش راضي عليه هذا الرجل انت رضيت عليه ماكش راضي عليه تخرج تنتخب تبين تسني فك الريجستر الكبير هذيك السنيتور تاعك هذيك راهي هنا سنيت على وطنيتك على حبك للوطن لاجدادنا خلوها امانه في رقبتنا وإحنا لازم نوصلوا المسار للاجيال القادمه جميل هذا واضح. هو وقت واضح حبيت نكمل تفضل تفضل نكمل نقطه بركة <applause> على الديمقراطيه <applause> على الديمقراطيه <applause> مفهوم الديمقراطيه <applause> مفهوم الديمقراطيه مفهوم الديمقراطيه الناس ياسر احنا تدمر جبتها الغرب هذا ومكان الديمقراطيه نقول لك صراحه انا نلاحظ ونتبع عمري كامل في السياسه ديمقراطيه شكليه هم دايرين حزبين واللي يرضوا عنا من هذا وهذا في جميع الدول جميع الدول ينجح هذا ولا هذا نفس السياسة يغيروا بها ويفرضوا علينا في الديمقراطية أي يفرضوا نعطيك حملية لما العراق ما كانش قرار الامم المتحده ضربوها ثم ثم ليبيا ما كانش قرار. قبل ما يخرج القرار ضربوها ليبيا و... وعلاش <applause> اسرائيل خرج القرار الف قرار في الامم المتحده وما اسرائيل حكمه المحكمه الدوليه حكمه غير ما كانش يكذبوا لا كاين ديمقراطيه في العالم لا ولو يفرضوا الناس الشعوب العربيه نعم. لعبه لعبه باش يدمروا بها الدول العربيه نعم. لان احنا احنا لازم ما خل... نخلوش الفرصه سي احمد نخرج وننتخب بين الديمقراطيه انا اكون صريحه معك. لو الديمقراطيه المقاربه الجزائريه <تصفيق> ديمقراطية الطب <applause> دي. مجاني التعليم مجاني <applause> الدنيا كلها حق المواطنة والله <applause> ما تسعىش <applause> <دلينية>. حتى <حجزة> البطاله <applause> 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 حتى <حجزة> البطاله ما تسعىش في اوروبا ما كانش في فرنسا مش صحيح البطاله ما كانش حاجه شوف انا يعني ممكن كان نسات ينتقدوني كي نتكلم تعجبني الشعب الايراني شد كيفاش يخرج كل ضربه واحده يخرجوا بمعارضه ومواليات كل يخرجوا واعي يوقفوا مع دولتهم ظالمة أو مظلومة حتى احنا لازم نخرج مع دولتنا مهما كانت الصفة يا أخي نخرج بقوة مم. ونعبر عن صوتي من يعني قلت لك عبر صوتك اللي تحب أعطيها أعطيها صوتك وبارك الله فيك فيك بارك الله ونهزنا عن نهاية التوقيت دقيقة لكل منكما ماذا تقول لساكنة الوادي وللوطن كل نحو هذه الانتخابات المستقبلية تفضلي نعم إذا ككلمة أخيرة للمجتمع الصوفي بجميع أطيافه نتمنى الجميع أنه يكونوا على وعي وعلى حس وطني كبير إحنا مجرد أشخاص يعني من بين المسببات فقط إحنا نعاونوا باش نطلعوا يعني مسار الدولة الجزائرية ونحاولوا أنه نبنوا ديمقراطية فعلية وحقيقية نحاولوا أنه نكونوا شريك فعال في التنمية بالتالي أي مسار يحتمل فيه مجموعة من الانتقادات دليل على نجاحه وهذا هو المسار اللي نتمنى ان ننتهجوه وان شاء الله راي الجزائر امانه بين ايدينا الانتخابات الرئاسيه هي انتخابات فاصله وحاسمه في مسار الدوله الجزائريه نحن نقر هذا المصير وفي الاخير المجد والخلود لشهدائنا الابرار وتحيه للجيش الوطني الشعبي حامي الوطن آه يعني بكل ما اوتي من قوه هم كلهم ابنائنا بالتالي لازمنا جميع نكونوا حاضرين في هذه الانتخابات وان شاء الله النصر قريب باذن الله باذن الله لك شرف الكلمه الاخيره الرئيس أه كذا بارك <applause> الله فيك أنا أقول للشعب الجزائري بصفة عامة وولاية الواد بصفة خاصة بأن سكان في ولاية الواد نطلب منهم الخروج بقوة وتعبير عن أصواتهم وما يقولوش صوتي لا يطلع عليها بط. صوتك يطلع ويهبط ان الجزائر والله يقول لك احنا وش راح نستفيدوا اباءنا واجدادنا النهار اللي سلاح وحاربوا فرنسا ما قالوش واش راح نستفيدوا نستفيدوا الاستقلال والحريه احنا خلونا الحريه والاستقلال احنا لازمنا نبني وطننا بشتى الوسائل وكل واحد عنده طريقه ما يعبر بها عن حبه للوطن وما عندناش شك في الشعب الجزائري ما كانش مواطن جزائري وما يحبش الجزائر هذه ما عندناش شك فيها ولكن كل واحد عنده طريقه اللي يحب بها الوطن نتاعه ونتمنى منهم ان شاء الله كل يخرجوا يوم 7 سبتمبر بقوه وماذا بنا الواد تكون من الولايات الاولى ان شاء الله في نسبه المشاركه نسبة <applause> نعم جميل جدا عندما تخرج يعني انك بنيت موقف انك مع الوطن مع الانتخاب بغض النظر على محتوى صوتك لمن ولكن خروجك في حد ذاته هو موقف لاعداء الجزائر الذين يراهنون على تقسيم الوطن يراهنون على الفوضى يراهنون على التشكيك يراهنون على كل ما يسيء للجزائر حتى يتمكنوا منها الجزائر البلد العنيد أبناء جي نوفمبر وهذه الثورة العظيمة التي سقلت شخصية الجزائري وخلت دائما مع وطني ودائما مع الحق حيثما كان وقيل أن الجزائر قبلة الثوار وتبقى دائما قبلة الثوار وتبقى الجزائري دائما بمواقفه واقف في صف واحد من أجل دولته وحماية دولته من أي اشكركم جزيل الشكر على ما جئتم به وعلى هذه الحماس وهذه الوطنيه وهذه الفاعليه حقيقه في مجتمعاتنا المدنيه التي تبدو انها تكبر يوم بعد يوم وتنضج يوم بعد يوم وان شاء الله مسير الحركه الوطنيه المدنيه سوف يكون له دور كبير في المستقبل في ربما امساك زمام التنميه في حد ذاته كثير من الامور يعود سيرها مجتمعات مدنيه البدره زرعت وان شاء الله أكلها سياتي بعد حين اشكركم جزيل الشكر كما اشكر الذين تابعونا وعلقوا بمسانداتهم وباسئلتهم وبافكارهم حتى اذا كانوا انتقاداتهم ايضا شيء جميل ان نكون متفاعلين سواء كان بهذه الطريقه او باخرى وهذا دليل على حسكم الوطني وقلقكم اتجاه هذه القضيه اشكرك سيد الرئيس حكيم بكاكرة رئيس المكتب الولائي للتنسيقيه الوطنيه للمجتمع المدني وكذلك رئيسة منتدى المرأة بذات التنسيقية اشكركم جزيل الشكر على ما قدمتموه كما لا يفوتني ان اشكر كابلو الذي رافقني تقنيا هذا احمد ديدي يحييكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله حول الانتخابات مع الأحزاب أو التكتلات السياسية أو مع مؤسسات مدنية أشكركم وإلى إلى ذلك اللقاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته